انا وبيكا انسي ان احنا نسلم على بعض من غير ما نعرف بعض اصلا. حمو بيكا، حمو بيكا طلع وقال ان انت قليل الاصل وناكر للجميل، قال كده ليه حمو بيكا؟ حمو بيكا على فكره طلع ولاد بتوع مهرجانات كتير قوي، يعني ساعد ناس كتير، هل هو ساعدك في طريقك؟ هل كان محطه في طريقك؟ ممكن نجتمع انا وهو في برنامج واحد ونواجه بعض. ايه اللي حصل احكي لي. نشوف لو هو ساعدني. هو لما قال ما قالش وانت قاعد. الحمد لله انا قلت، يعني انا مثلا اللي وقفوا جنبي انا قلت لك عبده رؤى هو مش يعني بصي ما فيش حد بينجح حد غير رب العباد. ما فيش بني ادم بيكون سبب في نجاح بني ادم اللي انا اعرفه يعني. ربنا بيختار فلان. هو فلان. ما فيش فلان وكذا. ربنا اختارك؟ ممكن. عشان انت طيب. ممكن. وقلبك ابيض. الحمد لله. طب قولي ايه اللي حصل؟ ايه الموقف اللي حصل بينك وبين حمو؟ انا اولا اول مره انا من كتر ما انا يعني ما ركزتش ما شفتش فيديو بنفسي بيقول ان حمو بيكا مثلا قال عليا ان انا قليل الاصل او كده، انا بعامله بكل اخويه وهو عارف الكلام ده كويس. وهو اخويا. حتى لو هو قال كده انا مش هقدر اقول له حاجه. ايه الحاجه اللي حصلت بينكم قبل كده؟ هل اشتغلتوا مع بعض قبل كده؟ لا بصي، هو اللي كان حاصل الاكبر مشكله كانت بيني وبين بيكا في حياتنا. ولا انا سبب فيها ولا هو سبب فيها. واحد كان معاه اداره اعماله. انا الناس كلها كانت بتقول لي على اداره اعمال بيكا ده نصاب وحرامي يعني بسمع عليه كلام طوب الارض كان بيشتم عليه وانا ما كنتش بصدق. تمام. فالمهم ايه، هو ساب بيكا او بيكا اللي سابه الله اعلم. تمام. جالي او انا جيت له بقى معايا. الناس كلها تقول لي ده حرامي وانا مش مصدق. الناس كلها تقول لي ده فيه وعليه وانا مش مصدقه. فاني بقى بعد يعني اداره الاعمال اللي كانت بين بيكا وبيني كان بيفضل مثلا يقول لي ان بيكا ده ما تتكلمش معاه وما تتعاملش معاه وايا كان، ويفضل يوصل كلام مثلا من بيكا ليا اللي هو ايه، احنا الاثنين انا وبيكا انسي ان احنا نسلم على بعض من غير ما نعرف بعض اصلا. هو بيوصل. انا اول مره قابل حمو بيكا في حياتي اليوم اللي سجل فيه رب الكون ما يزن بيه، اليوم اللي كان بيسجله فيه انا نفس اليوم اللي قابلت حمو بيكا فيه اول مره في حياتي. بعدها كنت بقول له وش حلو عليك بص رب الكون ما يزن بميزه فين، ما ده نفس اليوم بجد. بس انا وبيكا من يعني بعد ما انا خلاص الراجل ده راح لحاله. الراجل ده برضو انت حضرتك هتيجي في الكلام لان هو ايه سبب في كلام ناس كتير. بتقول مثلا ان مراتي كانت متجوزه قبل كده او كانت متجوزه الراجل ده وكان عندها عيال. انا مراتي عمرها ما اتجوزت حد غيري وما عندهاش غير رحيم وكان عندنا كيان ما حصلش نصيب. دي القصه بتاعتنا الثالثه، هنتكلم على مراتك بعدين. ما هو الراجل ده الراجل ده اللي هو إدارة الأعمال اللي أنا بقول لك عليه كان بيطلع إشعاعات، هو ده السبب أصلاً في الحوار اللي أنت هتتكلمي فيه التاني. أصعب موقف حصل لك إيه في الفترة اللي أنت كنت لسه معكش فلوس، لسه الدنيا ما بقتش كويسة معاك، لو تفتكر موقف أكتر موقف بتفتكر؟